أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تغطية خاصة على شاشة النيل للأخبار لتطورات إعصار دانيال المدمر الذي ضرب ليبيا منذ أيام قليلة، وأيضا الجهود الإغاثية والمساعدات التي تقدمها العديد من الدول، وأيضا المساعدات وعمليات الإغاثة التي أعلنت عنها مصر. ففي القاهرة تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره اصطفاف معدات دعم وإغاثة ومساعدات إنسانية متجهة إلى ليبيا التي ضربها إعصار دانيال وفيضانات مدمرة، تقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا مواطنين مصريين توفوا في ليبيا جراء هذه الكارثة الإنسانية المروعة. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء بدولة ليبيا، وذلك بنطاق المنطقة المركزية العسكرية وبحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم. تقوم العلاقات الدولية على أساس المصالح المشتركة بين الدول بعضها البعض، لكن تلك المصالح تتنحى جانباً حينما يتعلق الأمر بالأشقاء، فتسمو قيم الوفاء وتعلو معاني الإخاء خاصة في أوقات الكوارث والأزمات. وقد استيقظنا خلال الأيام الماضية على خبرين مؤلمين من تعرض دولتين عربيتين شقيقتين لأزمتين مختلفتين جعلتا مصر تهرع لتقديم يد المساعدة لنجدة الأشقاء. ستبقى مصر رغم كل الظروف قبلة العرب، حاضنة لهم بشعبها وجيشها في الملمات قبل أوقات الفرح. وقد استمع السيد الرئيس لشرح مفصل عن معدات الدعم والإغاثة. على يمين نقطة المشاهدة تصطف 50 عربة إسعاف بينهم 20 عربة فرن وجهزها عناية مركزة بالإضافة إلى 30 عربة غزل للإخلاء الطبي أمام نقطة المشاهدة، وإلى اليمين تصطف 50 عربة حاوية محملة بمستشفى ميداني بالإضافة إلى الاحتياجات الطبية أمام نقطة المشاهدة، وعلى يسار ويمين قاعدة العلم تصطف 120 معدة هندسية للمساهمة في إزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وإلى اليسار تصطف 100 عربة حاوية محملة بالاحتياجات الإدارية من المهمات والتعيينات بحمولة تقدر 1000 طن. على يسار نقطة المشاهدة تصطف عربات ناقلات الأتربة وناقلات المعدات بالإضافة إلى ماكينات الكهرباء بالأحجام والطاقات المختلفة ومجموعات روافع المياه. انتهى. كما شاهد أيضا عبر تقنية الفيديو كونفرنس اصطفاف المعدات والمساعدات الإنسانية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية. وكان الفريق أول محمد زكي قد ألقى كلمة أكد فيها جاهزية القوات المسلحة لتطويع إمكاناتها لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتبط مصر تاريخيا بأشقائها العرب بروابط الدين واللغة والدم، وقد تعرضت دولة ليبيا الشقيقة خلال الأيام الماضية لإعصار مدمر خلف وراءه العديد من الضحايا وتسبب في حدوث حالة من الحزن العارم في كافة أرجاء المدن الليبية. ومنذ اللحظة الأولى لحدوث هذه الكارثة وجهت سيادتكم بسرعة تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي الشقيق، فصارعت كافة أجهزة الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساعدة للشقاء، وعلى رأس تلك الأجهزة القوات المسلحة
التي وضعت كافة إمكانياتها البحرية والجوية والبرية لنجدة إخواننا والتخفيف من آلامهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة. إحنا وطبقا لتوجيهات سيادتك امبارح كان لنا سرعة التحرك في استلام وعودة جميع الجسامين المصريين التي توفاهم الله نتيجة هذه الأزمة وعودتهم إلى الأمراض المصرية، وتم تسليمهم إلى زاويهم بالأمس بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ونتمنى الله جميع المصابين الشفاء العاجل إن شاء الله. هذا وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الكارثة الإنسانية في ليبيا والمغرب، مؤكدا تضامن مصر وتكاتفها مع الأشقاء في ضوء ما يجمع الدول العربية من العلاقات التاريخية وأواصر الإخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان احنا نعزي مرة تانية أشقائنا في المملكة المغربية وأشقائنا في ليبيا، وكمان أقدم التعازي لمواطنينا في مصر الذين فقدوا في حدث في مدينة درنة والمناطق الليبية اللي تعرضت للسيل. زي ما اتقال دلوقتي ان الجسامين لأبنائنا وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، تعزية لمواطنينا وأسرهم في فقدانهم لزويهم، وأيضا تمني الشفاء للمصابين. أرجو أن نرتب لهم بالتنسيق طبعا مع وزارة التضامن ونشوف إيه اللي ممكن نعمله مع أسرهم عشان شكل من الأشكال للدعم والمساندة. مش هنسى أن أنا أشكر القوات المسلحة على والدولة المصرية بجميع أجهزتها على الجهد اللي تم خلال اليومين دول وأعمال التنسيق اللي تمت مع أشقائنا سواء في المملكة المغربية أو في دولة ليبيا. لكن طبعا إحنا يعني لما بيكون بنعمل أعمال التنسيق طبقا لنتائج هذا التنسيق بنبتدي نرتب نفسينا. أنا متصور أن نطقم الإنقاذ بتاعتنا تبقى متوقعة أن يبقى فيه تحت جسامين ناس، وده والشق الفني من الموضوع نقطهم البحث والإنقاذ اللي هتقوم بالموضوع دوت محتاجة تبقى تراعي ده إذا كان في جهد من القوات البحرية لصالح الناس اللي سقطت أو جسامين. الكلام ده طبعا أشقائنا في ليبيا برضو قالوا إنه في جسامين كثيرة أو في مفقودين كتير سقطوا في البحر. بشكركم على إن طبعا المنطقة الغربية أقرب حاجة للحدود الليبية، وبالتالي إن إحنا لو في معسكر أو اتنين أو تلاتة مع أشقائنا، لأن العدد اللي هم فقدوا المساكن بتاعتهم عدد ضخم، واكيد يعني هم بيتقال فيه اكتر من 20-30 ألف بدون مأوى، فاحنا مع اشقائنا في ليبيا نساهم معهم بقدر الامكان في ايجاد هذه المعسكرات خلال هذه المرحلة الصعبة. لكن الاجراء العاجل دلوقتي ان احنا نخفف ما امكن من الاثار الناتجة عندي، سواء بفتح الطرق والمعابر اللي ممكن تخلي حركة الحركة داخل المدينة أو للمدينة سهل، ثم طبعا عملية إغاثة أو يعني انتشال الضحايا من تحت المباني اللي دمرت أو اللي ممكن يكونوا وقعوا في البحر. مش عايز أطيل عليكم، أنا بشكركم وأنا كنت متوقع كده، وإحنا نأكد أن كل شيء بيتعمل هنا بيبقى طبقا لتصور وتخطيط، يبقى ده الشكل اللي دايما بنتحرك به. انا بتكلم ان احنا مستعدين دايما، اطقم الانقاذ المدربة بمعدات متقدمة، ده امر احنا برضو بنعمله وبنفكر فيه وشغالين بيه عشان نحدث المعدات اللي عندنا بما يتلائم مع التطور اللي حصل في الموضوع. ربنا ما يجيبش شر ابدا، ولكن يعني لابد هي الناس تبقى او الدول تبقى مستعدية للتعامل مع الاقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبها. يعني أنا مرة تانية بشكركم وبشكر الدولة وبعزي أسرنا المصرية اللي فقدت زويهم، وإحنا متابعين الموقف هناك، وأي انتشال لجثث لمصريين إحنا هنقوم طبعا بسرعة نقلهم إلى زويهم، ويمكن في إجراءات بتتعمل بما متاح لدينا من بيانات، ولو في أي حاجة تانية برضو هنبقى بسرعة. والمصابين على المستشفيات سواء كان المستشفى الميداني دي او المستشفى اللي موجوده في حمله الطائرات مستر، واحنا قصدنا نبعت معده قادره على ان هي تدير
أزمة من غير ما يكون عبء على الدولة المضيفة. أتمنى أن احنا نقدم لأشقائنا الدعم، ونتمنى لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتجاوزوا هذه الأزمة الكبيرة. أشكركم مرة تانية، متشكرين، شكرا جزيلا. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور مختار، بعد التحية، كيف تقرأ حرص مصر على أعلى مستوى على سرعة تقديم كل المساعدات والأعمال الإغاثية الممكنة للأشقاء في ليبيا جراء الإعصار دانيال المدمر الذي ضربها قبل أيام قليلة؟ تحياتي ليك ابتداء، وتحياتي لمشاهديك، وعزائنا لأهالينا في الداخل الليبي، وعزائنا لإخواتنا المصريين اللي كانوا موجودين أثناء وقوع هذا الإعصار. بالتأكيد ده موقف مشهود لمصر، ودي عادة مصر أن تكون بجوار أشقائها. إذا كنا بنتكلم عن الموقف المصري فيما هو حادث بين إعصار داخل ليبيا أو زلزال المغرب وما قبل ذلك زلزال سوريا وما قبل ذلك حتى زلزال تركيا في ظل تباين المواقف اللي كانت موجودة، لكن مصر لها مواقف مشهودة الحقيقة دائما وأبدا بجانب أشقائها، وليبيا بالذات بتشكل لمصر عنصر مهم جدا من عناصر الأمن القومي المصري. حدود مشتركة بطول 1200 كيلومتر، ومصر كانت سباقة على قمة السلطة التنفيذية بتوجيه يد المساعدات الجوية والبحرية والبرية إلى الإخوة والأشقاء في ليبيا. أول من أمس كان هناك وفد رفيع المستوى بقيادة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجه إلى ليبيا لدعم الأشقاء في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم. دلالة وأهمية هذه الزيارة التي قام بها هذا الوفد؟ طبعا رسالة مهمة جدا من مسؤول كبير بداخل القوات المسلحة المصرية أن يتوجه، وهو يعني ثاني أهم شخصية داخل قواتنا المسلحة إلى الساحة الليبية وإلى مقابلة الأشقاء في ليبيا والقيادات الليبية وسؤالهم والأخذ بأيديهم ومعرفة احتياجاتهم. أنا متصور ده موقف ليبيا وما سمعناه من كثير جدا من الساسة الليبيين تقديرا كبيرا لهذا الموقف المصري، والناس يعني مبسوطة جدا وقالوا انه ده طبيعي ان تكون من مصر الكبيرة، مصر الحائط الاتزان والسند الحقيقي لمصر والسند الحقيقي لليبيا والسند الحقيقي لأمتها العربية. وأنا متصور أنه الاهتمام المصري الكبير بما هو حادث داخل الساحة الليبية تحديدا نابع من وصول رسالة إلى الأشقاء في ليبيا، ورسول رسالة أيضا إلى المحيط الإقليمي والمحيط الدولي بأن ليبيا بتشكل لمصر حالة خاصة، هي جزء مهم جدا من منظور الأمن القومي المصري. هناك شكل من أشكال المصاهرة والعلاقات الوطيدة والقبائل المشتركة ما بين ليبيا وما بين مصر، ومن الأهمية أن تكون رسالة مصر بهذا الشكل وأن تكون على هذا الشكل الكبير، وأن تكون قمة الاهتمام يأتي من رئيس الدولة ومن القيادات التنفيذية الكبيرة فيها. أيضا كما تابعنا بالأمس توجيه الرئيس السيسي بأن تكون
حاملة المسترال ضمن المعدات التي تستخدم أو الآليات التي تستخدم لدعم الأشقاء في ليبيا عبر عملها كمستشفى ميداني لعدم تحميل الدولة المضيفة أي أعباء. أهمية هذا ودلالة هذا أيضا في نجدة وإغاثة وعلاج المصابين في ليبيا جراء هذا الإعصار. شوف، توجيه يد المساعدات المصرية توجيه جادي، ويعني مش مسألة انه مصر بتقدم بعض المساعدات العينية او الفنية الى الاخوة الاشقاء في ليبيا وبس، لا، ده هذه المساعدات مساعدات حقيقية واهتمام كبير، ويأتي من خلال ما تمتلك مصر من آليات كبرى في هذا النطاق. توجيه حاملة الطائرات مسترال لتكون مستشفى ميداني دون تحميل الجانب الليبي أرض أو نقل معدات أو إقامة مستشفى على الأرض، ده برضو شكل من أشكال التوجه الفريد اللي بتوجهه مصر. وأنا متصور أنه عظمة هذه المساعدات وهذا الاهتمام يأتي من خلال هذه الأفعال، يعني بعيدا عن الثلاث طائرات التي ذهبت محملة بالمؤن والعتاد والاحتياجات الخاصة بالداخل الليبي، لكن حاملة الطائرات على غرار المسترال أن تكون هي المستشفى الميداني اللي هيتم استخدامها طوال نطاق هذه الأزمة ومعالجة يعني القيام بالمعالجات الطبية وغيره واستقبال المصابين، يعني أنا متصور ده توجه إلى حد كبير جدا حميد ويحسب لمصر، وقدر مصر أن تكون بهذه العافية لتكون يعني حائط سند حقيقي لأمتها العربية ولأشقائها العرب. شكرا لك دكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، كنت معنا عبر الهاتف. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد الغني دياب مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز العرب. أستاذ عبد الغني أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. على ضوء هذه المساعدات التي بدأت ليبيا في استقبالها لإغاثتها وأيضا لإغاثة المشردين أو ممن تضرروا وأصبحوا بلا مأوى من الأشقاء الليبيين جراء هذا الإعصار، كيف تقرأ سرعة الاستجابة المصرية لنجدة الأشقاء في ليبيا خلال هذه الأزمة؟ بداية يعني نقدم التعازي لأهالينا في ليبيا وأهالينا في مصر الذين تضرروا من هذه الكارثة البيئية. يعني بالنسبة للجهود المصرية كانت حاضرة منذ البداية، وحتى هذا ظهر في يعني تصريحات المسؤولين الليبيين في المنطقة الشرقية وفي غيرها. يعني الجهود المصرية كانت حاضرة بقوة منذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الكارثة. كان هناك يعني اجتماع عاجل مع الوزارة خاص بالرئيس السيسي وقيادات وزارة الدفاع، وتم التوجيه بسرعة التدخل يعني على أعلى مستوى من خلال الطواقم الطبية وطواقم الإغاثة المدربة المصرية التابعة، سواء التابعة لوزارة الدفاع أو حتى للقطاعات الأخرى. الهلال الأحمر المصري قام بدور جبار في هذه المهمة. أيضا تم يعني تحويل الحاملة مسترال لمستشفى ميداني على السواحل الليبية، وهذا يعني دور كبير خصوصا أن هذه الحاملة مجهزة بشكل كبير وهي ستكون يعني أكثر جاهزية لاستقبال المصابين والمتضررين من هذه الكارثة. الحكومة المصرية أيضا لم تغفل أبنائها العائدين من ليبيا سواء ضحايا أو حتى متضررين ومصابين، ووجهت بصرف إعانات 25,000 جنيه للمصاب و 100,000 جنيه للمتوفي، ويعني قدمت التعازي لأهالينا في أكثر من قرية في بني سويف وغيرها من البلدان التي استقبلت جثامين شهداء على مدار الساعات الماضية. ولا تزال الجهود المصرية والعربية أيضا لا نغفل الجهود العربية كانت حاضرة بقوة، وهذه الأزمة أثبتت أن العرب هم أولى ببعضهم من أي يعني طرف آخر خصوصا في هذه الأزمات، وأظهرت المعدن الأصيل للجانب المصري وغير وحتى الجانب العربي في التدخل العاجل لإنقاذ المتضررين من هذه الكارثة التي يعني سقط خلالها آلاف القتلى والشهداء، ويعني جرفت يعني عشرات المنازل والبيوت
والممتلكات الخاصة العامة سواء على المزارع أو غيرها من الأضرار التي وقعت خلال الأيام الماضية. ونتمنى السلامة لأهلنا، وأن يعني نرحب بهذه التدخلات، ويعني نتمنى أن تكون حاضرة في كافة الأزمات السياسية والإنسانية وغيرها من الأزمات العربية، وهي يعني بادرة أمل لي يعني أن يعني التعاضد، أن نشهد تعاضد عربي في كافة الأزمات، وهو حاضر في السنوات الأخيرة، وإن كنا لا نزال نحتاج إلى أكثر من هذا التدخل، سواء في الأزمات الموجودة على مستوى الصراعات الداخلية في أكثر من قطر عربي وما إلى ذلك. قبل أيام قليلة وخصوصا بعد هذا الإعصار، دعت جامعة الدول العربية وعدد من الدول أيضا الدول المختلفة سواء الدول العربية أو الدول الغربية والأجنبية إلى سرعة تقديم الدعم والإغاثة للأشقاء في ليبيا. كيف ترصد حجم المساعدات الدولية التي وجهتها الدول المختلفة بخلاف مصر إلى ليبيا خلال الفترة القليلة الماضية؟ يعني هو كان هناك يعني تدخلات إنسانية كبيرة سواء على المستوى العربي، شهدنا الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن وغيرها من البلدان وإيطاليا وفرنسا، كل هذه البلدان قدمت يد العون للأشقاء في ليبيا. وأعتقد أن الدعم العربي هو الأكبر بحكم الأخوة والتجاور الجغرافي، وأيضا أن هذه الأزمة هي أزمتنا جميعا وليست يعني أزمة الليبيين وحدهم. الليبيين تربطنا بهم على المستوى المصري، حتى يعني روابط دم وروابط قرابة وحتى وتاريخ ممتد بين البلدين على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي. وبالتالي يعني هذا هو دور الأخ الذي يقوم به الأخ تجاه أخيه في محنته يعني. نعم، طيب شكرا لك أستاذ عبد الغني دياب مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز العرب، كنت معنا عبر الهاتف. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ حمد الشلوي عضو لجنة الأزمة في دارنا الليبية. أستاذ حمد أهلا بك. أهلا بك حبيبي. لو تطلعنا أولا على أبرز الجهود الخاصة بالإنقاذ في مدينة درنة والوضع الآن بعد حوالي أيام قليلة من هذا الإعصار الذي ضرب المدينة. أولا السلام عليكم وتحياتي لكم ولكل. أهلا بك. الوضع طبعا في دارنا وضع مأساوي جدا جدا جدا، أكثر مما تتوقع وأكثر مما تجده في الإعلام صراحة. لو توصف لنا طبيعة وشكل هذه الصعوبات التي توجد في مدينة دارنا. أول مرة أوصف لك الموقع، هي مدينة وانهارت بالكامل، لا وجود لها، يعني نصف مدينة دارنا لا وجود لها على الطبيعة، يعني تغيير كامل في جغرافية الأرض. أولا هذا شيء، يعني مباني قديمة من 600 سنة ومن 800 سنة الآن لا وجود لها على الطبيعة. ما بالك البشر نفسهم، أعداد رهيبة جدا حتصل إلى 15,000 و 20,000 فقيد. الوضع كارثي جدا. هو حاليا دخلت مجموعة، طبعا في البداية بدأنا بناس من الأهالي وناس موجودين في المنطقة يقوموا بالإنقاذ، وما مش إنقاذ، هو نشل جثث وحوالي لدفن جثث، أعداد رهيبة من الجثث الموجودة. ولكن أنت عارف البحث والإنقاذ يحتاج إلى تخصص معين ما كانش موجود عندنا في المنطقة، فتم الإبلاغ وجن عدة فرق من العالم، وصلت فرق من تركيا ومن الإمارات ومن فرنسا ومن عدة دول. طبعا الدور الكبير وأنا ما نعتبرش يعني فزعة، زي ما نقول احنا فزعة، ولكن هذا الأخ لأخ الدور الكبير اللي هو جمهورية مصر العربية بعد تعليمات السيد الرئيس بأن توجه القوات المسلحة واللجان الإغاثة لإغاثة أخوات الكبيرة. دخل الأعداد كبيرة من القوات المسلحة ولجان الإغاثة، وامبارح بس بالليل وصلت أعداد كبيرة جدا لا يتصور عددها. طبعا ما فيش جميل بيننا احنا، فليبيا هي مصر ومصر هي ليبيا، احنا ما فيش كلام، ولكن الواحد يفخر بوجود هذه الأعداد الرهيبة من الناس المتخصصين ومن معدات ومن طيران
ومن إشكال أعداد كبيرة لا تخيل الآن موجودة داخل المدينة الآن تباشر عملها صراحة بكل جدية وإخلاص، وناس متخصصين فاهمين كيفية البحث عن الجثث تحت الأنقاض وفي البحر وفي غيرها. الوضع حاليا وضع إنقاذ كامل. طيب أستاذ حمد، على ذكر هذا الوضع الصعب، كانت هناك تقارير تتحدث عن آلاف الأشخاص بلا مأوى. بالنسبة للمواطنين أو المقيمين في درنا، كيف هو وضعهم الآن؟ هل تم تقديم يد الإغاثة، إقامة مخيمات لإيوائهم حتى الآن، أم كيف تم التعامل حتى اليوم مع هذا الوضع؟ الوضع طبعا مش محتاج مخيمات بالنسبه لنا نحن، ولكن المدن القريبه من درنا سواء اللي على الحدود الشرقيه اللي هي طبرق والتميمي ومرزم وهذه، والمناطق اللي هي غرب درنا اللي هي البيضه ووصل البنغازي، كل العائلات اللي تهجر لها لجان مختصه في هذه المدن يقوموا بتسكينهم في مساكن خاصة بمواطنين تبرعوا بهم، والأمر هذا مستكفين منه كنا من يقدموا للسكن بالأساس بالكموين بالكل التجهيزات الطبية ما نش يعني مش ناقص عندنا الأمر هذا يعني اللي هو الإغاثة بالنسبة للسكن والكموين وغيرها. الحمد لله كل شيء متوفر، كان ناقصنا النقص الوحيد عندنا كان هو في التخصص، الناس التخصصين في البحث والإنقاذ، وهذا اللي هو جو مجموعة كبيرة من تركيا والإمارات وفرنسا، ولكن مجموعهم كلهم مع بعض أبر في 10 هم اللي جو من مصر، يعني العدد الكبير جدا 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 هو اللي جانا من جمهورية مصر العربية. تمام. حتى الآن هل هناك إحصائيات رسمية أو شبه رسمية حول عدد القتلى وأيضا المفقودين والمصابين في مدينة درنا؟ يعني سيدي الـ 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 المفقودين عدد لا يحصل مازال، نحن مازلنا في طور اليوم، ولكن الجثث والأموات وصل عند 6000 جثة، ونتوقع أنه حيوصل إلى 20000 جثة في درنا وحدها أم في عموم المناطق التي ضربت في درنا وحدها؟ نعم. طيب ونحن نتحدث أيضا عن ما يميز مدينة درنا، هل هناك من أماكن اقتصادية زراعية صناعية يمكن أن نقول أنها قد لحقها ضرر كامل أو شبه كامل، ومن ثم هناك بعض الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن نقول أنها توقفت بالكامل أو شبه كامل في درنا؟ نعم، هو الكهرباء درجة أولى توقف بالكامل، ولكن حاليا انا الان في طور ارجاع الى خدمه، يعني تم رجوع الى بعض المناطق ومناطق لا نستطيع في الوقت الحاضر الى ان تتم لجان الاغاثه من عملها. طيب بالنسبه للاتصالات، كانت هناك اتصالات صعبه او مفقوده او مقطوعه، ما هو وضع الاتصالات الان في درنا حتى الان؟ اللي هو طبعا الاتصالات مقطوعه، ولكن تم تركيب محطات متنقله، الكباسيتي نتاعها القوه نتاعها يعني ماهيش كبيره، لذلك تجد زحمه شديده على الخطوط وصعب يعني الاتصال فيها صعب قليل، الى ان يتم اعداد الابراج وتجهيز الابراج من جديد والمحطات. طيب بالنسبه لي ممن او من تم انتشالهم حتى الان طبيعة من الأحياء ومن المصابين، طبيعة الإصابات التي هي في حق أو أصيب بها من انتشل بالفعل حتى الآن جراء هذا الإعصار؟ والله أنت أدرى من هالشيء هذا، أولا الكسور هذه شيء طبيعي لأن دفع سيول، يعني دفع سيول زي حوادث العربيات يعني مش بعيد عن كده، التأثير الطبي كبير جدا جدا، وإحنا متأثرين به اللي هو النفسي. يعني تخيل شخص فقد 30 فرد من عائلته ويبي يحكي معك، كيف يبي يتكلم هذا ولا كيف يبي يحكي والله؟ يعني احياء كامله، واحد سقيته ورجع ميت،
الاثر بيته، ما يجيش الاثر، ما يجيلوش مكان هو وعائلته والمكان وال... وطبعا اعداد كبيره يعني بالالوف نقول لك. تخيل الحاله النفسيه كيف تبدا تكون في المنطقه نفسها، حتى في التحدث وحتى في الاسلوب صعب جدا جدا جدا. اخيرا استاذ حمد، ما الذي تحتاجه مدينه درنا وغيرها من المدن الذي اصابها الاعصار في الوقت الحالي او خلال الفتره الزمنيه القادمه بخلاف ما ذكرته سابقا؟ اولا انا احب اتحدث على الجاليه المصريه اللي كانت موجوده في درنا. احنا انا شخصيا اشرفت على 200 شهيد مصري من جراء الاحداث، وفي اعداد اخرى ما شفتش، يعني ما شفتش الاعداد هذه. طبعا لدرجه ان حتى في الحدود المصريه ما تمش استقبال، ما ردوش باستقبال جثث ولو انها مصريه ونحن عارفينها مصريه، فنضطروا ندفنوها عندنا في اراضي ليبيا مش بعيده وما تكون في بلده يعني، ولكن كاجراء بسيط المفروض انه هل يتم التنسيق مع اي من السلطات المصريه، السلطات الرسميه في ليبيا، حتى يتم ايضا يعني التعرف او ابلاغ السلطات، او يعني ربما التعرف عبر الحمض النووي ومن ثم التعرف على اقربائه او هويته؟ هم طبعا هو في البعض يتم التعرف عليه عن طريق الهويه بتاع موجوده معها الهويه، ولكن في جميع الاحوال الامر كان سريع جدا، يعني كان في يومين وكان شعبي بالدرجه الاولى، فما كانش في تنسيق حكومي مباشر يعني في هالشيء، وجثث هذه ما تتحملش البقاء. هذا على السياق الليبي المصري. نعم. ولكن عامه نحكي لك على درنا الان، فيها جثث وفيها رائحه غريبه جدا، يعني الرائحه هذه ممكن حتسبب امراض من نقلها عن طريق الناموس، عن طريق الهواء، عن طريق، فنحن نسابق في الزمن بحيث ان ننتشلوا كل الجثث اللي موجوده في المنطقه بحيث انها ما تسببش امراض الكوليرا والطاعون والامراض المعروفه هذه اللي تنتقل عبر الجثث ورطوبه الجو الموجوده ودرجه الحراره والحشرات الموجوده مثل الناموس وغيره وغيره وغيره. شكرا لك. نعم. نسابق في الزمن في هذا الشيء هذا. اولا نحب اني نشكركم على المداخله، ونشكر السيد الرئيس السيسي لما قدمه، ولكن هو ما قدمش حاجه، يعني احنا قدمها لاخواته وابنائه، يعني ونشكر الشعب المصري بالدرجه الاولى اللي وقف معنا في كل المحن، وليس في هذه المحنه بس، في جميع المحن الشعب المصري من 1700 ويش، وهو واقف معنا في كل المحن اللي صارت لهذا البلد، ونحن اخوه، والحمد لله الازمات توريك خوك وتوريك الوطنية وتوريك القومية العربية فعلا. صح. شكرا لك أستاذ حمد الشلوي، عضو لجنة الأزمة بمدينة درنا، كنت معنا عبر الهاتف. وينضم إلينا عبر الهاتف أيضا مشاهدينا الكرام الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. دكتور علي أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. يعني باعتبار هذه المدينة مدينة درنا على سبيل المثال منطقة منكوبة، والإعصار دانيال الذي ضربها، هل هناك من أجهزة استشعار مسبقة يمكنها التنبؤ قبل فترة زمنية كافية بمثل هذه الكوارث الطبيعية، ومن ثم يمكن للحكومات وللسكان أن يتعاطوا وأن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بحمايتهم قبل اقتراب مثل هذه الكوارث منهم؟ الحقيقة طبعا سؤال حضرتك مهم جدا، وعاوز اوضح معلومه للعديد من القنوات، ان الناس بتطلع وبتقول كلام غير علمي. يعني اولا الظواهر الجويه التي ترصد من قبل الاقمار الصناعيه يمكن التنبؤ بيها قبل حدوثها باسبوع كامل، قبل حدوثها باسبوع كامل. هناك من الانظمه المستخدمه في الدول العربية وفي أوروبا وفي أمريكا من خلال أقمار صناعية مختلفة، أقمار صناعية جيوستيشنري على ارتفاعات كبيرة عن سطح الأرض، وأقمار صناعية بولر اللي هي قطبية قريبة من سطح الأرض، يمكن التنبؤ بهذه الظواهر قبل حدوثها بأسبوع كامل. والحقيقة أن تنبؤ بظاهرة عاصفة دانيال
كان موجودا لدى السلطات المصرية ولدى السلطات في أوروبا كلها، ولكن الظاهرة لا نستطيع منعها. أمال الفكرة إيه؟ أن إحنا ما تنبأ بها نستطيع أن نخفف من هذه الكارثة. طب إزاي؟ يعني ما بيحصل إعصار في أمريكا، إعصار يعني أقوى من العاصفة عشرات المرات، سرعات الرياح فيه بتتجاوز مثلا 130 كيلومتر في الساعة وبتصل ل 400 او 500 كيلومتر في الساعة. تخيل سرعة رياح بتتجاوز هذا الحد. العاصفة دانيال كانت سرعات الرياح المصاحبة ليها 70 كيلومتر في الساعة، ده رصد واقعي اللي بيتقال. ثالثا ان ارتفاع الامواج وصل الى حوالي 5 امتار، بينما في العاصير ارتفاع الامواج اللي بيتكون في المحيطات بيصل الى عشرات المترات. يعني وصل في اعصار اللي على اندونيسيا الى 30 متر ارتفاع. طب امال المشكله كانت كبيره في ليبيا ليه؟ السدود، السدود حجزت كميات كبيره من المياه، وان درنا منطقه منخفضه وجنبها جبل، فعندما انهارت السدود وسقطت الامطار من فوق الجبال اندفعت بقوه الدفع الذاتي اللي بنسميها قوه السيل، توصل لعشرات القوى بالدفع ما كل ما امامها. وهذه كانت المصيبه، ان درنا انتهت او 50% انتهى منها بسبب السيل وليس بسبب كميات الامطار فقط، بسبب السيل الذي اندفع من القمم بتاعه الجبال والهضاب المحيطه بها باتجاه الوادي في مدينه درنا واثناء الليل. طب كان المفروض ايه؟ المفروض ان لدى السلطات والحكومه في ليبيا يكون لديها امكانيات ماديه تساعدها بنقل المقيمين في درنا بالكامل الى مناطق اخرى بعيده، مناطق امنه، ولكن هذا ما لم يحدث نظرا لعدم وجود امكانيات، او امكانيات تكنولوجيه وامكانيات ماديه تنقل هؤلاء المواطنين من درنا. ولذلك كانت المصيبه كبيره بسبب هذا الوضع، ليس بسبب عدم التنبؤ كما قال احد الموجودين على ساحه وسائل الاعلام. اي ظاهره جانحة، حتى الإعصار نستطيع التنبؤ به قبل حدوثه ب 72 ساعة، ده في الإعصار. فهذه العواصف هو منخفض جوي تكون في البحر وأخذ طاقته وبدأ يتحرك، ولذلك إحنا كنا متابعينه من خلال سوق الأقمار الصناعية لحظة بلحظة مدى قوته وشدته ومدى خروجه من ليبيا ومدى دخوله على الأراضي المصرية. شكرا لك دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، كنت معنا عبر الهاتف. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية على شاشة النيل للأخبار. على رأس الساعة نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم، إلى اللقاء.